النهاردة هاخدكم معايا في عالم مختلف، عالم مشروبات جميلة، عالم الجنزبيل. ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ ازيك يا حمزة؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. قولولي بقى، لما بتصحوا الصبح وبتبقوا عايزين تصحصحوا كده، بتحبوا تشربوا ايه؟ يعني دايما متعودين تشربوا ايه؟ انا عن نفسي بكون يعني مش بكون مش بتحب تشرب حاجة؟ وانت كمان؟ لا، احنا احسن حاجة ان احنا على الصبح يا اما نشرب لبن علشان يبقى قوي عظمنا، والاحلى بقى والاحلى نشرب مشروب الجنزبيل. انتوا عارفين ان الجنزبيل بينشط الدورة الدموية وبيصحصح الدماغ، فده هيخلينا ان احنا واحنا رايحين المدرسة عندنا نشاط وعندنا قوة. طب عارفين ازاي بنعمل الجنزبيل؟ ازاي؟ هقولك. اول حاجة هنجيب مية مغلية ونحط فيها، علشان نخلي فيه قيمته الغذائية عالية جدا، هنجيب ليمونة ونقسمها بالنص ونعصرها على مية سخنة أو مغلية، وبعدين نحط الجنزبيل بتاعنا اللي هيدينا النشاط والحيوية وهينشط الدورة الدموية بتاعتنا. هناخد معلقة كده صغيرة ونقلبها كويس قوي، ولو احنا عايزين نعلي القيمة الغذائية بتاعتها هنقدر ممكن نحط معلقة عسل نحل، دي بتدينا طاقة وبتدينا كمان مناعة وتخلي عندنا نشاط طول اليوم. ممكن كمان نحط شرايح من الليمون زي كده بالظبط. ده بقى أحلى من القهوة، يعني انه ممكن ننصح بابا وماما ان هما يشربوه أحسن من القهوة على الصبح، لأن القهوة بتعمل ايه؟ القهوة بتنشط الدماغ بس عشان فيها كافيين، لكن الجنزبيل بينشط الدورة الدموية كلها، فالدورة الدموية كلها لما بتتنشط بيبقى عندنا طاقة وحيوية. عايزين العسل، ممكن نحط العسل لو احنا محتاجين، لكن لو مش محتاجين خلاص بس ونشربه يبقى بالهنا والشفا. طب لو احنا ما بنحبش نشرب جنزبيل ممكن نعمل ايه؟ ممكن نرشه على اي حاجة من الاكل بتاعنا بودرة، او ممكن نجيب الفريش ونقطعه شرايح وبرده بنعمله بنفس الطريقة. وهعملك انت كمان يا يوسف الجنزبيل عشان تدوقه وتقولي ايه رأيك فيه. هنحط جنزبيل على مية مغلية زي ما قلنا، هنعصر عليه ليمون عشان نزود القيمة الغذائية بتاعته، كمان نخلي طعمه حلو عشان اللسعة بتاعت الجنزبيل الحلوة دي لو انتوا مش حابينها قوي الليمون هيضيعها، غير كمان ان الليمون مليان فيتامين سي، يبقى احنا كده خدنا الفوائد بتاعت الجنزبيل وكمان الليمون. انا هدوقكم دلوقتي وتقولولي ايه رأيكم عشان بعد كده تخلوا بابا وماما واصحابكم يشربوه. انت بتحب العسل يا يوسف مش كده؟ اه. طبعا احنا عارفين ان العسل مليان قيمة غذائية، بيزود المناعة بتاعت الجسم وبيخليه قوي، خصوصا وانت رايح المدرسة، فما تاخدش اي عدوى من اصحابك لو حد عنده اي امراض. يلا كده دوقوا وقولوا لي ايه رايكم. اتفضل استاذ حمزه. اتفضل يا استاذ يوسف. ايه الاخبار؟ حلو ولا بيلسع شويه؟ لا حلو. حلو، طب جرب وقولي. حلو. ايوه كده كده انتوا ضمنتوا ان انتوا تبقوا نشطاء طول اليوم ومصحصحين كده ومركزين طول الحصص بتاعه الايه المدرسه. دلوقتي بقى انا هحكي لكم على ايه اهميه وفوائد الجنزبيل بالتفصيل. اول حاجه حابه انصحكم بيها ان انتوا تحاولوا تجربوا تشربوا الجنزبيل بدل القهوه على الصبح، لان الجنزبيل متفوق على القهوه في حاجات كتير جدا، منها ان القهوه بتزود الكافيين في الدماغ فبتنشطه، لكن الجنزبيل بينشط الدوره الدمويه للجسم كله فبيزود نشاطه. اما الناس اللي بتحاول تخس فالجنزبيل هيساعدها جدا في نزول وزنها،
لان في دراسه حديثه بينت ان الجنزبيل ليه اثر مهم في تخفيف الوزن، عشان بيعلي الحرق وكمان بيدينا الشعور بالشبع، خصوصا لما بنضيف كميه قليله منه على الاكل كتوابل. فلو انتظمنا ان احنا ناخد على الاقل حوالي 2 جرام من الجنزبيل حتى لو كان بودره على الاكل، ده كفيل انه يحسن من كفاءه الجهاز الهضمي، وبيساعد كمان بشكل ملحوظ في انه بيقلل من حالات الامساك سواء المتوسطه او الشديده. الجنزبيل بيجي على راس الاغذيه الوقائيه، زي ما اثبتت الدراسات الحديثه ان الجنزبيل فيه عناصر بتقاوم البكتيريا والفيروسات وبتقلل كمان حصول الالتهابات، فيعتبر كانه مضاد حيوي ومضاد للالتهابات، وبالتالي بيقوي المناعه وبيحمينا من البرد والانفلونزا وانواع كتير من السرطانات، خصوصا سرطان القولون. كمان بيساهم في منع حدوث امراض الكلى المصاحبه لمرض السكر،